عنده مساحه ينطلق لوحده. فهد حديد، فهد حديد عنده قدم يسرى قويه، تسديده قويه، جول ستكون امام فريق الفجيره، بينما الكره هذه خطيره. فهد حديد ممكن الثاني، فهد حان يواجه فريق السابق، الكره تعود الان. فهد، فهد تسديده من فهد، لكن كره فهد راحت سهله من الياسي، الياسي وتمريره لفهد حديد. فهد حديد نقله عرضيه عاليه، الكره تتخلص وتبعد عن منتخبات القاره السمراء. Thank you.
الخرفكان فهد حديد بيلعبها حلوة حلوة الكرة من فهد حديد. باك في الوقت القادم، الوقت القادم والقليل هو الوقت المتبقي الآن. عاد المرة الثانية الآن لخرفكان، انطلاقة أمامية فهد حديد حاول يمر كرة بيتم يمر من الأول بشكل حلو يبحث حتى بليرة بالفعل كذلك باستعداد تيمور اللاعب القادم. التعود الجديد فهد حديد الآن تقدم فهد الكرة بيتم يلعب كرة أمامية الآن انطلاقة تيمور محاولة لخرفكان لفهد حديد وقوية ولكن يسيطر عليها أيضا حارس عامر الأرض والجمهور وفي مباراتين خاضهم في هذا الملعب يشكل ضغط واضح على مرمى فريق الظفرة. فهد حديد أمامية إلى بسمارك غرفة كان يبحث عن هدف أول هذه كرة بيخلصها عاير إلى فهد حديد تأخر فيها فهد ما زالت الخطورة مستمرة فهد مهارة كبيرة من فهد يحاول فهد بيسدد فهد لكن سهلة في الأرضية لأن الكرة للأمام لكن التغطية